بيكسر علينا من الشمال واليمين، وفي نص الشارع راكنين ويقاوح. امال اروح فين يا عم؟ عميتنا بدخانك، شوف لك بقى حل في شكمانك، انت لسه واقف مكانك. عنا جت على القهوة لقينا ناس كتير قاعدين، قلنا نقعد نشرب حاجة بدل ما احنا عطشانين، لقينا كل الناس باصين متنحين بيتفرجوا على الدش ويلعبوا طاولة ومبسوطين. قلنا لهم انتوا مين؟ قالوا لنا احنا الفاضيين، بيوتنا زحمة واحنا منها هربانين، كان نفسنا نعمل حاجة بس مش عارفين. يمكن عشان انتوا مش مركزين وفي الدنيا تايهين ومطنشين، هتفضل قاعد كده وتعدي عليك السنين، لازم تحسبها صح وتفكر تفكير سليم. لازم في الشارع بعد زحمة المرور، جنبينا مدرسة عيال بينطوا من عالسور، كلهم زوغوا بعد الطابور ومحدش فرقة معاه الغياب والحضور، والمدرسين والناظر كمان عصيانهم أشكال والوان، اللي غايب عنده زكام واللي تعب في الفصل ونام. وسألت نفسي لعيب عيب مين؟ الطلبة ولا المدرسين؟ وعلى العموم أدينا ماشيين ألف ب ت س. لما ركننا عند حلاقه ناس كتير واقفين على بابه، اتاريه عامل انقلابه، بيحلق لي تلاتة بنفس الموس في نفس الوقت يوفر فلوس، ده غير انه بينجي الفيروس. انا ما حلقتش، انا محظوظ. ايه يا عم اللي انت بتعمله؟ انت مش عارف اللي بتنقله، وانتو ساكتين مش بتتكلموا، مش ناويين بقى تتعلموا تتقدموا. مفيش حد حوالينا، فجأة لقينا فرح جنبينا، بصينا على كوشة اتخضينا، مش مصدقين اللي شايفاه عينينا. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك، أبو العروسة مجوز بنت والواحد قد أبوه، والبنت في إعدادية وكان نفسها تخش حقوق، طب وذنبه إيه المولود اللي هيجيبوه؟ أنت بتفكر تفكير قديم، لازم تدي البنت فرصة زي الولد في التعليم، لما تكبر يمكن تقدر.